اهلا بكم الاخوه الاخوات، فيديو جديد على قناتكم اجريد اس نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم يوسف، كنحييكم هنا من مدينه ليريدا بكاتالونيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه قبل ما نبدا الاخوه الاخوات، نبغوا نترحموا على هذه الاخت وهذه البنيه هذه اللي ماتت. هي اللي غادي نهضروا ليها. كانت تدعى قيد حياتها فاطمه في العشرينات من عمرها. لقاوها ميتة في صندوق السيارة ديال خوها، في الكوفر ديال خوها في مدينة الخوزيرات بميناء الخوزيرات. فنترحموا عليها ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يدخلها فسيح جنانه ويرزق أهلها الصبر والسلوان. الإخوة الأخوات، اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع أو واحد الخبر اللي هو مؤسف وما كناش نتمنوا نسمعوه، اللي هو انه المهم نبداو من الاول. القصه نبداوها من الاول. واحد السيد الاخوه الاخوات، ما نعرف هو واخته، قرر ومهم ما بيناتهم اتفقوا باش انه يهربها لاسبانيا، يجيبها لهنا باش تقلب على راسها وداك الشيء حنا عارفينه. المهم انطلق بها، كل شيء عادي. انطلقوا من المغرب في التفتيش، ما لقاوهاش، ما كاين حتى شي مشكل، داز داك الشيء بخير. دازوا الباطو ملي وصل الخوزيرات، المطار ميناء الخوزيرات. البوليس يعني ديال اسبانيا داروا التفتيش ديالهم، كان واحد التفتيش دقيق على التفتيش ديال المغرب. ملي وصلوا الكوفر كيتفاجئوا انهم لقاو تما بنت يعني كاينه في صندوق السياره او الكوفر، تما متكيه مخبعه. ملي قلبوها لقاوها انها متوفيه جراء الاختناق ديالها داخل هذاك الكوفر. اخوة الاخوات، هاد البنت هادي اللي هي ترحمنا عليها في الاول فاطمه، فتبين البوليس الاسبان انه هذاك اللي كان سايق السياره هو خوها، وكان جايبها معاه باش يدوزها هنا لاسبانيا باش تقلب على راسها والى اخره. من بعد اعتقلت الشرطه هذاك السيد، هذاك السيد اللي يعني اللي هو خوها، بجوج ديال التهم. التهمه الاولى هي التهريب، يعني تجاره في البشر، انه هرب السيده من المغرب لاسبانيا. والتهمه الثانيه هي القتل غير العمد. فكيفاش ان القصه كانت يعني مساعده من اخ اختو حتى ولات من قتل اخ اختو. فبالتالي الاخوه الاخوات، هذه القصه هذه المتنا بزاف. غتقولوا لي ودي منين شفتي هاد الخبر؟ غنقول لكم ودي دخلوا الهسبريس، راه غتلقاو المقال محطوط تما وكل شيء فيه. انا ما جبت حتى شي حاجه من راسي، ما عندي حتى شي معلومات اضافيه، ما عارفش الحاله ديال هذيك العائله، ما عارف عليهم والو. درت الشيء اللي لقيتو انا تناقلته معكم، وبغيت نتقاسمه معكم باش تكون يعني انكم اول حاجه ترحموا على هذه السيده وتدعوا ليها بالمغفره والرحمه، وثاني حاجه باش تاخذوا العبره. بزاف الناس يعني كيقول كيشوفوا شي امور اللي تكون هي معقده، وكاين هما كيشوفوها بطريقه بواحد العين بسيطه، كيقولوا حتى ماشي مشكل خويا ولا اختي نديه نسلتو ندوزو، ماشي مشكل هاني يدي، وانا ماشي انا خوه، انا هو اللي غنحن فيه وكذا. حتى تولي القضيه في المساله، راه هذا الاخ او هذا السيد انا ما عرفتش نقول عليه واش مسكين ولا ما عرفتش صراحه باش غادي نوصفه، لانه راه حتى هو تلقاه دابا كيتالم جوج ديال المرات ولا ثلاثه أكثر من أي واحد، لأن أول حاجة كان هو السبب في هذه المسألة، وثاني حاجة لأنها أختو، وثالث حاجة لأنه هو تورط، هو تورط وغادي يمشي للحبس. يعني الله أعلم، داك السيد يقدر يكون عنده وليدات وغيخليهم مراته، الله يحسن العوان. أنا ما نقدرش نلوم السيد وما غادي نوجه ليه حتى لشي لوم، لأنه قدر بنية صادقة بغى يجيب أختو هنا باش تعيش واحد الحياة أفضل، ولكن للأسف طرا اللي طرا وقدر الله وما شاء فعل. فالسيد راه ما تقدرش تلومه بزاف، فعلا هو عنده مسؤوليه وكما تقدرش تلومه، لانه السيد مقصح، الله يحسن العوان. راه غيكون اكثر واحد في العائله مأزم ومؤلم، وما عمر هذا الشيء ما غادي يفارق الذاكره ديالو كاع، وغيخرج من الحبس واحد النهار ويكمل حياته، راه ما يقدرش يكملها بشكل طبيعي. فبالتالي هذه القصه هي اللي اخذ العبره. اخوة الاخوات، اي واحد بغى يدير شي حاجه خصو يفكر مزيان. انت بغيتي تهرب خوك ولا اختك الباسبور، خصك تفكر في العواقب مثلا. اشنو وقع؟ خصني نفكر اشنو غيوقع الا لا قدر الله شدوها البوليس مثلا.
واش غيوقع ليا انا، لانني انا هربتها باسبور مثلا ديال واحد السيد من عائلتي. بغيتي تهرب شي دري صغير خصك تفكر ديما، ما عمر ما تشوف الجانب العامر من الكاس، ديما شوف الجهه الخاويه، ديما شوف انت يعني الوضع ديالك، الوضع ديال هذاك السيد اللي غادي تبغي تدوزو، غادي الوضع اللي غتحطو فيه، لانه هو فعلا هو عمل انساني باش واحد يقدر يدبر على راسو، يقدر يعني ينقذ واحد السيد من واحد الشبح ديال الفقر والحاجه، يجي يعيش حياته ويقلب على راسو، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ديما كاين واحد السلبيات خصنا نفكروا فيها، وخصنا نديروا واحد الورقه ونشوفوا الا كانوا الايجابيات اكثر من السلبيات فمرحبا، وكانوا السلبيات ماشي شي سلبيات مؤثره، الا كانوا السلبيات اكثر من الايجابيات والسلبيات مؤثره بزاف، فمن الاحسن الانسان يقلب على شي طريقه اخرى، يشوف شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء. فرحم الله الفقيده، ونتمنى من الله يصبر العائله ديالها عليها، وحتى على ذاك الاخ خوها اللي مشى للحبس، حتى هو يعني راه عيلته تكون مقصحه عليه، راه جوج الناس، وحده ماتت وواحد تورط. فالاخوه الاخوات، هذا ما كان فيديو غيكون قصير، انا جيت غير باش ندخل الموضوع لا اقل، او الخبر لا اقل ولا اكثر، ما جيت باش نحلل، لانني باش نحلل الوضعيه وباش نعطيكم انا رايي. رايي انا واضح، قلت لكم دابا المده انا ما نقدرش نغامر ندي واحد، مثلا انا كنت عندي سياره نغامر ندي واحد، لان ديما غنفكر يقدر يختنق، يقدر يموت، تقدر تطرى شي حاجه ما نعرف، ما يمكنش. حاجه اخرى ما يمكنش ليا نزيد نتعمق في الموضوع، لانه انا نقلت غير الخبر اللي قريته في المقال، وما عنديش شي معلومات على السيد ولا على السيده، ولا المهم هما كينحدروا من مدينه تينغير، من ضواحي مدينه تينغير، راه كلشي عارف انت جات تينغير في الجنوب الشرقي. فهذا ما كان اخوة الاخوات، موقع لي منضيف، كان معكم دائما اخوكم يوسف، دعواتنا مع هذه العائله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.